دي بقى وهي جنبي انا بسخسخ من غير يعني ما فيش تعب في الموضوع. واي احد هي جنبها ما شاء الله ما ادري كيف يمسك نفسه، ربنا يخليه. وخاصه في التمثيل يعني أيوة. وقت وقت التمثيل والتسجيل يعني في مشاهد كنت بتغطى كده هات عشان بعمل كده كل كتفي بيعمل كده من كتر الضحك، والمفروض ان انا يعني في غيبوبة مثلا نايمة ولا حاجة. أيوه. فلا كانت انه فعلا كيف قدرت تمسكين نفسك قدامنا يا حبيبتي يعني انا بعترف ان انا بوظت مشاكل كتيرة لأستاذة يسرى بعد كل هذا التاريخ. يعني هي بتعمل المشاهد ودرام. انا اسفة لا الو معاك نسمع الو. فالمفروض في المشاهد يعني ان الاستاذه بقى بتمثل دراما وبتاع صح. وبروح انا مثلا داخله قايله حاجه ملهاش علاقه خالص بالمشهد فيا حبيبتي ابص الاقي روحي بموت من الضحك صح طبعا مليان يعني ستوب استاذ عمرو.